لمنع التطرف العنيف من خلال التعليم، رسالة مؤتمر يعقد في سراي الكبير برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بالنائب بهية الحريري. الرئيس الحريري الذي كان له مرور خلال افتتاح المؤتمر أكد اهتمامه بوضع استراتيجية تعليمية لوأد العنف. إذا ننظر إلى المجتمع اللي نحن عايشين فيه بنلاقي إنه في كتير عنف في محلات، ونحن يجب إنه نحن نحاربها، وهذا الشيء ما بيصير إلا بالتعليم وبالثقافة وبالتطبيق، والتطبيق لازم يكون مبني على إنه طريقة الحياة هالشباب والشابات كيف بينموا وبيتعلموا، وهيدا واجب الدولة. فإن شاء الله أنا عندي أمل كبير كتير إنه هلأ نحن وضعنا هذه الاستراتيجية، اليوم علينا إنه نوضع الأساليب التطبيقية لهذا الشيء، وهذا ما بيصير بصراحة إلا بتعاون الجميع. وأنا متكل على الله ثم عليكم جميعا، وأنا واثق إنه أنتم قادرين ونحن قادرين إنه نوصل لنطبق هذه الاستراتيجية، وإن شاء الله كمان بوجود عمتي بهية هون أكيد تتطبق. في كلمتها حيت النائب الحريري القدس وأطفالها، متوقفة عند أهمية تعليم الأطفال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين في لبنان تجنبا للتطرف. في صلب العمل اللي نحن مدعوين له هو موضوع التكنولوجيا، فنحن يمكن محتاجين لتشريعات لها علاقة بالألعاب، الألعاب التكنولوجية التي تؤدي أيضا إلى الجريمة. فشغلنا مفتوح على كل ما يؤدي إلى التطرف. أما وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي فدعا إلى زيارة مدارس النازحين السوريين لدراسة كيفية التعاطي مع الطلاب حرصا على مستقبلهم. السيدة وهي سيدة الكل، سموك امبارح أم الكل كمان، بس ومن واجبنا اليوم تحت رعايتك، رعاية الرئيس ورعايتك، أن نتوجه بتحية حارة وخاصة إلى أطفال فلسطين، إلى تلامذة وطلاب فلسطين. وبعد الافتتاح بدأت جلسات الحوار التي يديرها عدد من التربويين والمثقفين.